بالنسبه للمتر في الارض لا يقل عن 25,000 جنيه، وبالنسبه للشقه المتر لا يقل عن 5,000 جنيه بالنسبه للاعراب الرئيسي، بالنسبه للجانبي من 4 لـ4.5. بس هي الاسعار عاليه جدا بصراحه يعني. طب في المهندسين سواء عرابي شهاب جامعه الدول كده تمام، بالنسبه لاسعار متر الشقق والاداري والتجاري بالنسبه لاسعار الشقق في القانون الجديد، الشقه مثلا 150 متر بالنسبه للاداري من حدود 4.5 لـ5، واعلى من كده يعني اخر حاجه بتبقى 6. بالنسبه مثلا للشوارع الجانبيه بتبقى مثلا من 2.5 ل 3 3.5، ما تزيدش عن كده، ده الاداري. تمام، متوقع ان الاسعار اسعار الايجارات هترتفع هنا في المنطقه، منطقه المهندسين؟ احنا مش عايزينها بصراحه تتطبع، احنا عايزينها تنزل. طول ما الاسعار بتنزل، لان كل سنه الاسعار بتغلى عن الثانيه. يعني الاول يعني من 3 4 سنين كانت الاسعار هنا في احمد عرابي الرئيسي، يعني مثلا بالنسبه للاداري والمستثمرين الناس اللي نازله تعمل مشاريع، كان مثلا الشقه بتعمل لها 2,500 2,000، دلوقتي بتعمل 4.5 وبتعمل 5 وبتعمل 6. طب يعني حتى يبقى في فرصه للناس المستثمرين وفي فرصه للناس دي ان هي تقعد، يعني نشجعهم على الاقل ان ننزل اسعار شويه. تمام.